أعزائنا مشاهدي فضائيات نورسات، أسعد الله أوقاتكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الصمت يتكلم، كما نرحب بضيفتنا لهذا اليوم الأخت برونا بدر. أهلا وسهلا سر برونا. أهلا وسهلا فيك، وسلام المسيح معك ومع كل أخوتنا المشاهدين. الأخت برونا من رعية مارياس الوهادنة، تلك البلدة المبنية على التلة المحاذية لمنطقة مارياس، تلك الرعية التي أعطت لرهبنة الوردية 11 راهبة وللبطريركية اللاتينية 7 كهنة يخدمون الرب في حقله المقدس بهمة ونشاط. خدمت الأخت برونا في العديد من الإرساليات، والآن تخدم في رعية جبيهة، تعلم التربية المسيحية والموسيقية وترافق الشبيبة وتهتم بترتيب الكنيسة وتحضيرها. حديثنا اليوم يتمحور حول موضوع أساسي في الحياة الرهبانية، وهو موضوع المشورات الإنجيلية التي يبرزها الراهب عند اعتناقه للحياة الرهبانية، والتي تعد وسيلة للوصول إلى كمال المحبة على مثال يسوع الطائع والبتول والفقير. نخصص هذه الحلقة للحديث عن نذر الطاعة. كان تتميمي لأمر الطاعة سبب تعزية لي، سعادتي وفردوسي. هذا ما صرحت به القديسة ماري ألفونسين خلال حياتها الأرضية، وتركته كإرث لراهباتها. سيري برونا، ما هو نذر الطاعة؟ بشكركم على استضافتكم لإلي بهذا النهار، وبسعدني أن أتحدث عن نذر الطاعة اللي نعيشه بحياتنا الرهبانية. بنظري وبنظر الجميع والمكرسين، الطاعة هي السماع لصوت الله الآب والتجاوب مع إلهامات الروح القدس بطواعية وبجهوزية وبفرح لتتميم مشيئة الآب السماوي. ونذر الطاعة الذي يحتل مكانة ورفعة بين المشورات الإنجيلية الثلاث، الطاعة والعفة والفقر، هو خير وسيلة مميزة للوصول إلى الحرية الداخلية التي منحنا إياها السيد المسيح، إذ نقلنا بموته وقيامته من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله، ونعطي الفرح لله الآب أن يكون لنا أباً ونكون نحن أبناءه. نعم. سير برونا، ما هي الأبعاد الروحية لنذر الطاعة؟ هناك كثير من الأبعاد لنذر الطاعة، ولكن نستطيع أن نتحدث أو نلخص هذه الأبعاد بأربعة أبعاد. البعد الأول وله الأولوية الكبرى، الاقتداء بالمسيح الطائع المتألم. بحب أستشهد برسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي، فمع أن المسيح في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان إلى آخره. فحوى الرسالة لأهل فيليبي التمثل بالمسيح الطائع حتى الموت، الذي أطاع إرادة الآب السماوي بدون تردد، وذلك من أجل خلاص البشرية جمعاء. أما البعد الثاني فهو البعد الجماعي الرهباني، الذي تعيشه جميع الراهبات ويعيشه جميع الرهبان في الحياة الرهبانية، في الحياة الجماعية التي يعيشونها في الدير، إذ يخضع الرهبان والراهبات إلى القوانين الكنسية، وتخضع الراهبات في الجماعة المحلية إلى الرئيسة المحلية التي تمثل سلطة الله على الأرض، وبدورها الرئيسة المحلية تخضع إلى المجمع الاستشاري وإلى الرئيسة العامة وقوانين هذه الرهبانية، فيعيش حالة من الحياة الجماعية والهدف واحد لطاعة الآب السماوي. وبدورها الرئيسة المحلية أو الرئيسة العامة في الرهبانية تقوم بتحميل دور راهباتها على الطاعة البنوية واحترام الشخص الإنساني في الراهبة، حتى تقوم بخدمتها ومبادراتها للرهبنة بروح بنوية. البعد الثالث هو البعد الكنسي، تتحد الكنيسة مع رأسها السيد المسيح بروح المحبة والطواعية لله الآب السماوي. كلنا على الأرض نطيع الله الآب السماوي كما أطاع معلمنا الإلهي كما ذكرنا في السابق. نطيع قداسة البابا الحبر الأعظم، وطاعتنا للحبر الأعظم هذه الطاعة البنوية نابعة من نذر الطاعة نفسه. أما البعد الرابع فهو التتلمذ الدائم، أي حالة الصيرورة في نذر الطاعة، أي أن الراهب والراهبة لا يطيعون مرة واحدة في العام عند تجديد النذور، ولكن الطاعة
ذات الصيرورة وذات الاستمرارية التي تتحلى بالجهوزية والاستعداد لطاعة الآب السماوي. كلنا مدعوون إلى المحبة، كلنا مدعوون إلى الكمال، كلنا مدعوون إلى القداسة. جميع الجهود والتضحيات التي تبذلها الراهبة أو الراهب أو الشخص المكرس أو حتى الكهنة عندما يوعدون بالطاعة تعود لمجد الله تعالى وخير نفوس المكرسين وخير الرهبانية وخير الكنيسة من أجل خلاص العالم. نعم، إذن هل نذر الطاعة يقيد الإنسان أم يحرره؟ طالما الإنسان خاصة الشخص المكرس ما بيعمل إرادته، يعمل إرادة الآخر اللي هو الله وبشخص الرؤساء، إذن هل تقيده أم تحرره؟ هي وسيلة مميزة خاصة للدخول إلى حياة الإنسان الداخلية لتمنحه الحرية، أي الحرية بطواعية بجهوزية واستعداد، وهنالك فهم واستيعاب لمعاني الطاعة بأنها طوعية وليس جبرية. وبما أن السيد المسيح بموته وقيامته وصعوده إلى السماء نقلنا من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله بأننا أصبحنا أبناءه وأصبح هو لنا أبا، بتوقع أنه هاي هي قمة الحرية والطواعية في نذر الطاعة. نعم، نعود لحياة القديسة ماري ألفونسين، هل فيك تذكري لنا بعض الأحداث اللي فعلا بيّنت قديش هي إنسانة مطيعة وعاشت نذر الطاعة بتميز؟ ما يميز القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبانيتنا أنها مطوعة وطيعة، والمعنيين بيختلفوا عن بعض. عاشت نذر الطاعة منذ نعومة أظفارها، طواعيتها لصوت الله الآب وتجاوبها مع إلهامات الروح القدس في قلبها، في فكرها، في حياتها العملية والروحية، بأن تجاوبت مع إلهامات الروح القدس للعمل بمشيئة الآب السماوي تمثلاً بمعلمها الإله السيد المسيح الذي أطاعها حتى الموت من أجل خلاص البشرية جمعاء. طاعتها لأمنا مريم العذراء بكل أحداث حياتها، وخاصة أن تترك رهبانة القديس يوسف لتنطلق وتؤسس رهبانية الوردية لتساعدها فيها في تأسيسها الأم مريم البتول سيدة الوردية. طواعيتها للأب والأم والديها متممة الوصية الرابعة من الوصايا العشر، أكرم أباك وأمك. طواعيتها لرؤسائها في رهبنة القديس يوسف متخذة شعار التفاني حتى الموت. طواعيتها لمعلمة الابتداء ولرئيستها المحلية التي تعيش معها. طواعيتها لمرشدها الأب القانوني بلوني، وفي غياب قدس الأب بلوني أنطون بلوني اتخذت الأب لزيسكي وفرض عليها عقوبات صعبة جداً، وكانت مطواعة في هذه القوانين، ومن أصعبها أن ترشم نفسها بالماء المقدس عند ظهور العذراء لها، ألا تقترب من هيكل العذراء وأن لا تزينه، وأن لا تبوح بشيء لأي كان عن هذه الظهورات، لأنه اعتقد أنه ممكن هاي تكون تجربة من الشيطان. نعم. طوعتها للقديس يوسف، وفي أحد الظهورات له تحدث إليها وقال عليك أن تتممي ما طلب منك بأن تؤسس رهبانيات الوردية المقدسة. طواعيتها للعائلة المقدسة بمحبة والصلاة معهم وفيما بينهم. طواعيتها لقوانين الرهبانية. طواعيتها للأم حنة وهي أخت القديسة ماري ألفونسين وهي كانت رئيسة رهبانة الوردية في ذاك الوقت. طواعيتها أخيراً لله الآب السماوي الذي منحها النعمة لتتجاوب مع إلهامات الروح القدس لتصل إلى ما وصلت إليه وهو القداسة. سيري برونا، في نهاية حديثنا معك، هل في رسالة خاصة بتوجهيها للإخوة المشاهدين؟ بوجه رسالة لكل إنسان حاس في داخله أنه في صوت من قبل الله، أن لا يخمد هذا الصوت بل أن يتجاوب مع صوت الدعوة، والله هو الذي يبارك ويعطي 30 و60 و90. هناك الطاعة للعلمانيين، طاعة لصوت الضمير الحي والواعي، الطاعة للواجب، الطاعة للعمل، الطاعة للقانون، الطاعة لما تحمل إلينا الحياة اليومية من خير يعود لأنفسنا ولخلاص أنفسنا ولمجد الله تعالى. نعم سيري برونا، شكرا. شكرا لاستضافتكم. اللقاء الغني، وربنا يباركك ويبارك رسالتك. أشكرك.
أطاعت مرشدها الأب يوسف طنوس ورؤساءها، وأطاعت فوق هذا كله إرادة الله بكل ما حدث لكي تتشبه بيسوع الذي مات طاعة من أجل الخير العام وخلاص البشر، ليقينها أن الصليب هو العلامة المميزة لمنجزات الله. عاشت الطاعة التامة وفهمت أن الطاعة هي ذبيحة، فرفعت شعارها التي عاشته حتى آخر لحظة في حياتها: أنا ذبيحة الوردية. وصلنا أحبتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نترككم على أمل اللقاء لمعرفة المزيد في الحلقات القادمة.